شكاية فعاليات أمازيغية تقود اليوتيوبر إلياس المالكي إلى ضيافة الأمن. أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الجديدة السبت الماضي اليوتيوبر إلياس المالكي من منزله في خطوة أثارت الجدل بين متتبعيه. يأتي هذا التوقيف في أعقاب تقديم جمعيات أمازيغية لشكايات ضد المالكي، حيث اتهموه بنشر محتويات رقمية تتضمن سباً وقذفاً وتحريضاً على التمييز والكراهية. وأفادت مصادر متطابقة أن النيابة العامة قد أمرت بوضع إلياس المالكي تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث سيخضع للتحقيق بخصوص الشكايات المقدمة ضده. وقد أثار هذا التوقيف تفاعلاً كبيراً في الأوساط الاجتماعية، حيث تعكس القضية النقاشات المستمرة حول حرية التعبير وضرورة احترام الخصوصيات الثقافية. وكانت خرجة غير محسوبة العواقب لليوتيوبر إلياس المالكي قد أثارت غضب شريحة واسعة من الفعاليات والهيئات الأمازيغية بسبب ما تضمنته لما قد يوصف بإساءة بليغة للأمازيغ، حيث توجهت ذات الفعاليات إلى القضاء عبر شكاية ضد المالكي يوم الثلاثاء 22 أكتوبر بتهمة السب والقذف والتحريض على التمييز والكراهية. وأطلق المالكي في خرجته المثيرة للجدل تصريحات اعتبرت مسيئة للأمازيغ، حيث قال: الشلح يبقى شلح، عقله صغير وعقله جائع. هذه التصريحات أثارت استياء واسعا بين العديد من المغاربة الذين اعتبروها إهانة وتشهيرا بفئة مهمة من المجتمع المغربي. وفي محاولة منه لتهدئة الاحتقان والانتقادات التي طالته، ظهر المالكي لاحقا في بث مباشر آخر ليشرح موقفه، مؤكدا أنه كان يشير إلى الأمازيغ في الجزائر وليس المغاربة، وأضاف أن الأمازيغ المغاربة هم السكان الأصليون للبلاد وأنهم يلعبون دورا أساسيا في ازدهار الاقتصاد المغربي.